called the vestibulocochlear nerve. Vestibulocochlear nerve. اسمه الثاني لانه هتلقوه في الكتب، في بعض الناس سموه اوديتوري نير على اساس انه السمع والموضوع الاساسي، او اكوستيك نير. هو اكوستيك او اوديتوري او بالمكونين الاناتوميكال vestibulocochlear nerve. وبالمناسبه ده السيستم بتاع نيمينج موجود اول اوفر، مش كده؟ الجهاز الهضمي ايش اسمه؟ gastrointestinal this is the anatomical name، وdigestive this is the functional name. حق الدوره الدمويه cardiovascular anatomical name circulatory، وهكذا وهكذا. اسمه vestibulocochlear this is the anatomical name، acoustic or auditory this is the functional name. It is this is the additional component. اذا لو حبينا نتكلم عن بوينتر، المواضيع اللي هنتكلم عنها دلوقتي الانترودكشن العام عن السمع والبلص، بعدين we will discuss the ear later on the cochlear and vestibular nerve we will discuss them later. المكونات اللي قلناها قبل شويه ممكن نقولها بطريقه ثانيه، انه for hearing and balance we have something like a satellite dish to collect the sound. ده اذا بالنسبه لنا للسمع عندنا dish اللي هو الاير قلنا، بعد كده عندنا كانال اللي هي سميتوها ذا اوديتوري كانال او ذا اكوستيك كانال، ودي وظيفتها not only the conduction but also the amplification. هنا في حاجة نجيب فيها دقيقة، إنه يعني amplification about 30 times the sound you receive، مش كده؟ لكن في نفس الوقت في reduction in the vibrations. فالناس ما تخلط إنه الصوت يتكبر ولكن الذبذبات حقته تحصل لها reduction قبل ما تصل للإنر إير. فهذا شيء وهذا شيء. الناس ما تشعر انه لما نقول there are structures which dampen and reduce vibrations معناها الصوت ينخفض، لا. الفايبريشنز تقل لكن الصوت يحصل له amplification. فديل تو هنشوف لما نشوف الانترنال structure بنوضح. ما الفايبريشنز هي ايوه نعم تتحول صوت لا 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 هي تتحول صوت خلاص في الانترنال، لكن الى ان تصل الانترنال بنعمل لها تو ثينجز. واحد نخلي اللاودنس اوف ذا ساوند هاي، لكن الفايبريشناليتي نفسها نقللها حمايه للكونتنت للهيرنج ابريتس. فهنشوف this how does this one happen and how does the other happen. يعني كيف نعمل amplification وكيف نعمل dampening لل vibrations عشان ما يعمل لنا damage لل internal structures. لكن المهم عندنا اذا الكومبوننت الثاني كانال، والكانال وظيفته conduction and amplification داخل الكانال. يعني عندنا system في الhearing apparatus، طبعا فيهم الاثنين hearing and balance for the reception and transduction of sounds للhearing. يعني معناها عندنا reception to receive to be stimulated by the vibrations and these stimulations converted into electric signals اللي هي سماها لكم في الفيزيولوجي transduction. Transduction the sound to be transduced into electric signals وهكذا. And touch له ترانسدكشن وحاجه. عندنا سيستم فور ذيس ريسبشن اند ترانسدكشن. عندنا بريفرال نيورال كومبوننت ودي بيعمل لنا ترانسميشن اوف ذيس امبلسز الى السنتر. وعندنا سنترال كومبوننت ده بيعمل لنا بيرسبشن وانتربريتيشن وكونسبشن اوف ذا امبلسز. فدي المكونات بطريقه وظيفيه مقسمه، سيستم فور ذا كولكشن، سيستم فور ذا كوندكشن اند امبليفيكيشن، system for reception and transduction, system for transmission, system for perception and conception.
هذه المكونات الانتوميكال سبيكينج دي يربينا ودي الكنال كاملة وهنا داخلة المحتويات. ونحن بعد شوية بنشوف هذه المحتويات واحدة واحدة. Now the ear is a whole thing. لكن مقسمة زي ما بديتوا انتوا تحكوا ان عندنا external وميديال وانترنال ear. External ear, ميديال ear وانترنال. لو حبينا نقسمهم هنا من البداية هذه البنة إلى الإير درام this is external. هنا المنطقة البسيطة دي is the middle وبعدين من هنا internal. طبعا طالما المناسبة جات بنشوف هنا عندنا على طول the nerves leaving the inner ear عشان تدخل على البرين. هنا دي نفس الشيء ولكن من غير التفاصيل. هنا we can see that inside the bone وحنجي نشوف بعد شوية which bone. لكن inside the bone we can very clearly see the canal والمنطقة بتاعته. هنا this part is related to the ear but not part of it اللي هو this bone اسمه the mastoid part of the temporal bone. طيب ايش رايكم في ده؟ which bone is this one؟ ها؟ It is also part of the temporal bone. Petrous or the petrous part of the temporal bone. Yes. This is the petrous part of the temporal bone. Isn't the ear is found inside the temporal part of the, sorry, the petrous part of the temporal bone. هنشوفه in this skull, this part. But the temporal bone, this part is the petrous part of the temporal bone. هنا لو دي المنطقة دي كبرناها شوية عندنا some important structures related to it. This opening is actually the opening of the internal carotid artery. Very close to it. And actually the carotid artery, internal carotid artery, passes in below this petrous part of the temporal bone. تكون في كنال موجودة في التمبرال بون لكن تحت الكنال حقت الايد. لو شفنا diagram ثاني طبعا هنا ده جاب لك رسمة توضيحية يعني انه اشياء الاير داخل. عندنا هنا one important another important structure this opening اسمها the internal auditory meatus. Internal auditory meatus this is the opening through which the nerves leave the canal. الفتحة اللي من هنا دي عندنا في دي هنا حقت الكاروتيد opening والكاروتيد في كنال تحت ال petrous part. لكن عندنا هنا بين الاوكسيبيتال بون والبترس بارت اوف ذا تمبرال بون عندنا لارج اوبننج دي ذا جاجيولار فورامين. جاجيولار فورامين بيطلع علينا بيها ايش؟ هو هنا بيكون اسمه سيجمويد. لما نطلع بعدين ات بيكمز ذا انترنال جاجيولار فين. ناو لو مسكنا الثلاثه ثاني نراجعهم ثاني الاكسترنال اير وظيفتها الاساسيه some the collection some amplification في الاكسترنال اير و تحديد الاتجاه حق الصوت اللي هو بسموه source location. يعني من غيره you will not be able to locate the source or the direction of the sound. فهي مهمة جدا الاكسترنال لتحديد السورس. عندنا الميدل اير شوف الوظائف في الامبليفيكيشن في حاجة اسمها الامبيدنس ماتشين. لو اخذنا الكنال هنلقى الاكسترنال اير الكوندكشن فيها ثرو اير مش كده؟ الصوت اير. لكن في الميدل اير ثرو بون البون الصغيرة بتاعت الميدل اير اذا الكوندكشن اوف ذا فايبريشن ثرو ذيس وفي الانر اير ثرو فلويد. فعندنا فرق بين الفلويد مقاومة الفلويد للفايبريشنز ومقاومة الهواء للفايبريشنز يختلفوا فلازم نعمل ماتشنج بحيث انه نحول الفايبريشنز اللي موجودة ثرو اير لفايبريشنز ممكن تنتقل ثرو فلويد من غير ما تكون في مشكلة. المقاومة تختلف. المقاومة سموها امبيدنس. امبيد معناها يعطل. فالامبيدنس اللي موجود في الفلويد اعلى وبالتالي بنحتاج نحول له الفايبريشنز لاعلى شويه وبمستوى مختلف على اساس انه توصل.
ما هو كله في امبيدنس، الامبيدنس اللي موجود في الاير اقل. لا لا ما حتعمل لنا امبيدنس ماتشنج. الامبيدنس ماتشنج بتعمله لنا ذا ميدل اير. يعني تعمل ماتشنج للامبيدنس اللي جاي كان خفيف على اساس انه يتوافق مع الامبيدنس الاعلى في الفلويد اللي موجود في الانر اير. الوظيفه الثالثه ريفلكس اند ميكانيكال دامبنج اوف اكسسيف فايبريشن، اللي هي انا قلت لك ما تخلط بين اكسسيف فايبريشن وصوت عالي. فالاكسسيف فايبريشن لما تكون عاليه الفايبريشنز بيحصل لها دامبنج في الميدل اير. عندها لها طريقه بنعرفها بعد شوي. ايوه سمع عالي بمعنى سمع حاد انه غالبا السمع الحاد هي it's a brain function rather than yeah processing. لا ما في الاناتوميكال كومبوننت هي، بل فعلا الناس اللي جالسين في الباديه والاميان بيكون السمع بتاعهم حاد جدا. الحده ما في هنا بنقول البرين نفسه الاوديتوري ارياز بقت اكبر. ايوه فاذا الموضوع ما في على مستوى ذيس ستراكشر اللي هنا على مستوى السنتر. عندنا اخيرا الصوت فانكشن، ولكن عندنا شيء يحصل ان ذا ميدل اير ويتش از ايكولايزيشن اوف ذا بريشر سو ذات The structures are not affected including the tympanic membrane or the eardrum. اخيرا الانر اير الوظيفه حقتها ميكانيكال اند نيورال فلترنج، يعني بعد ما تصل الفايبريشنز برضه هناك some sort of filtering takes place in the inner ear. وعندنا نيورال فلترنج يعني تحديد السيجنالز، بعد ذاك الستيمولس ترانسدكشن دي الوظيفه الثانيه، والاكشن بوتنشال انيشيشن، وبعدين السنترال كنترول. هذه كلها وظائف حقت الانترنال اير. في واحده بس نركز عليها عشان الناس من الوقت تلاحظ لها، انه في حاجه اسمها سنترال كنترول اوف هيرينج. كيف يعني؟ اتس سنسوري. كيف سنترال كنترول؟ دو يو كنترول هيرينج؟ ايوه ايوه. طيب الكلام ده في البرين ولا في الانر اير؟ طيب كيف يقول لنا هو سنترال كنترول هنا في الانر اير؟ ايوه لا دي احنا ذكرناها مع ميدل اير. ديك في الميدل اير هنا في سبيشال ستراكشرال فيتشر في الهيرنج ما هي موجوده في الاماكن الثانيه. يمكن تكون مرض عليكم في البين. When you receive pain, there is some information that comes from the central, from the brain to the pain receptors. مش كده؟ عندنا كنت حاجه اثناء while you receiving pain, you receive pain at a lower than supposed to be because there are stimuli coming from above. The same thing occurs when you see. يعني نحن ما درسنا الاوبتيك نيرف، لكن لما ندرس الاوبتيك نيرف حنلقى انه في فايبرز coming from the brain from the cortex down اثناء while you are seeing. عشان كده في حاجه اسمها attention الانتباه. الاتنشن while you are looking or while you are listening ده بيجيب لنا central impulses. السنترال impulses بتجي في الانر ear. To control the receiving مش to process. تتدخل في موضوع الريسبشن نفسه. فدي حنشوفه وين يسيز الستركشر، بس قلنا نلفت لها النظر الان انه في حاجه اسمها سنترال كنترول which happens at the inner ear level. هذا سريع جدا، هذا الاكسترنال اير وموضوع الفايبريشنز اللي تجي، بعدين من هنا تنتقل ثرو ذا بونز، بعدين حنجي نعرف التفاصيل، ولكن هنا في علاقة بين these bones and the fluid، وبعد كده الذبذبات تنتقل بالفلويد through the nerve and the cochlear nerve لموضوع السمع. عندنا نقطة هنا نشير إليها إن الذبذبات في الأول كده
اللي هي the wavelengths not the vibrations تتحول الى شويه اعلى 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 مش كده؟ فزادت في من هنا كانت عادي لكن اثناء ما مرت في البونز في الميدل اير زادت الى ان صارت هذا المستوى بعدك استمرت بهذا المستوى انسايد ذا انر اير. ذا كانال اللي موجوده في البون بتبدا من حاجه اسمها ذا اكسترنال اوديتوري ميتس. Meatus is a bit different from canal and it is also different from opening or foramen. الفورامين دائما فتحة وخلاص. والكنال ممر طويل. إذا كان فتحة ومعاها ممر قصير يقولوا عليها meatus. ها؟ أيوه في مثلا الحفر اللي في النوز it's not quite a canal not an opening but it's a meatus. هنا نفس الشيء عندنا meatus قصير في الأول نقول عليه external auditory meatus. بعد عندنا cavity نقول عليه the middle ear. cavity آخر نقول عليه the internal ear or the inner ear. بعدك ثاني meatus. كلهم على بعض كنال. يعني meatus من الخارج meatus من الداخل middle ear inner ear. ثلاثة عليهم نقول عليهم the auditory or acoustic canal. through the middle ear and internal ear and to internal auditory meatus. الانترنال اوديتوري ميتس باي ذا واي ترانسميتس ذا فيستيبيول كوكليار نير بلس ذا فيشر. الفيشر نير انترز ذا اير اند ذن ات موفز اوت اوف ذا اير بيمر بالاير قبل ما يطلع. ذا اوديتوري ذا فيشر نير فاذا فيستيبيول كوكليار نير اند فيشر نير باس ثرو ذا انترنال اوديتوري ميتس. This is the bone. جزء دي الخارجي دي. This is the external auditory meatus. This is the middle ear and this is the inner ear. نشوف ديجرام تاني بنشوف البقية. Yes. خلاص لما تجي الصورة فيها ولا نرجع لك البون. هنا هذا هو الانترنال اوديتوري ميتس اللي داخل بيه الفيستيبيول كوكلير نيرف اند فيشل نيرف. وهذا البون والكنال داخل فالنيرف يدخل ثرو ذيس اوبننج الصغيره دي هي ذا انترنال اوديتوري ميتس. اند بيكوز ات از نوت جاست ان اوبننج هو ممر ولكن ممر قصير نقول عليه ميتس. Now, three important relations للإير. One of them is the jugular vein. But the internal jugular vein is very closely related to the canal. أنتروا inferiorly بنشوف في الرسمة هذا هو الانترنال جيجولار. فالبعض ما يطلع بيكون very close للأوديتري كانال. The other one is the internal carotid artery. Also passes through a canal which is below the auditory canal. عنده it is own canal. فعندنا لو شفنا في هذه الرسمة this is the ear, دي الكنال حقت الاير. The sigmoid بعدين السيجمويد يصير sorry this is the inner ear, this is the middle ear وهذا هو الانترنال جوجولار بيدخل او هو بيطلع لانه بيجي هو من outside passes through a canal and then it comes out through this opening. لكن هذا الميدل اير والفرنجي تمبانيك ممبرين البنفسجي دي الميدل اير لكن هذا هو ذا ارتري. هنا لو شفناهم الاثنين الارتري ثرو ذا كانال والفين قريب جدا من فبوث اوف ذيم ار فيري كلوز تو ذا اير كافيتي. هنا لو شفنا الاستراكشرز ذيس جرين از ذا تمبورال بون ذيس جرين وان. This part is very important. This is the mastoid part. And هنا دي البروسيس والباقي mastoid نوتس إلى آخره. يعني في كمية من الماستويد structures. هذا اللي داخل كده هو the petrous part of the temporal bone. بيدخل لي هنا is the internal carotid artery. وبمر في كنال جوا هنا ويدخل لي جوا. دي الفتحة حقت الكاروتيد artery. هنا دي تكبير ليها
هذه الفتحة بتاعت الكاروتيد كانال، وهذه هي الاكسترنال اوديتوري ميتس، وقريبين لبعض. دي يجي مرة كده ودي يمر من تحت. ناو دي الامبورتنت ريليشنز تو اللي هم جاجولار وانترنال كاروتيد. بعد كده نبدا واحد واحد. الاكسترنال اير، الاكسترنال اير مكونه من زي ما اتفقنا the auricle or the pinna، وعندنا the outer part of the auditory canal. It passes through the external auditory meatus. معناها الكنال فيها جزء منها which is not actually the meatus. meatus هنشوفه بعد شوية. الاكسترنال ear is the meatus plus the beginning of the canal which is not bony. It is made of cartilage. فإذا عندنا part of the external auditory meatus أو through the external auditory meatus. It ends with the eardrum أو اسمها الثاني the tympanic membrane. الأوراكل موجود في الأوتر سايد أوف ذا هيد وإت كابتشرز ذا ساوند. مكون من كارتليجز كفرد ويز سكين، ومعمول بطريقة فيها فيريوس إليفيشنز أند ديبريشنز. بعد شوية هنقول الأسماء حقت المختلف البارتس أوف ذيس إير تيوب. الريم الخارجية دي the outer is called the helix. الإطار الخارجي the helix بينتهي inferiorly بحاجة soft كده اسمها the lobule. يعني helix ينتهي تحت هنا inferiorly ب lobule، ودي ما في اللوبيول هو الحتة الوحيدة اللي ما فيها cartilage. It is just skin and fatty tissue تحت السكين. السنترال هولو اريا المنطقة اللي في الوسط قبل الاكسترنال ميتس is called the concha. فعندنا الهيليكس والوبيول والكونكا. The ميتس يبدأ من الكونكا ويدخل داخل. يعني إذا المدخل للكونكا هي المدخل للميتس هو الكونكا. يلا سو فار نحن شفنا الهيليكس لوبيول المنطقه اللي جوه دي هي الكونكا. ما خلاص طالع هنا ونشوف شطح هناك ونشوف اللي جنبه في اختلافات ولا تختلف شكلا، ولكن كل واحد فينا عنده هيليكس وكونكا ولوبيول مش كده؟ شكلها يختلف. The same for any other part of the body. Even the fingers. We all have fingers, ولكن look at them. They look different. Biological variability. إلى الآن شفنا ثلاثة مكونات رئيسية مش كده؟ هيليكس، لوبيول، and كونكا. عندنا in addition على أساس إنه نحفظهم يعني نخلص منهم. في if you touch your the anterior wall anterior to the concha مش في حاجة مثلث كده بارز ده اسمه تريغس مش كده؟ ها؟ قال لك نمرة 10 هذا هذا ها؟ لا 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 هذا ما قلت لك anterior to the concha. Anterior to it there is something called the antitragus 11 مش كده؟ posterior to it هنا هذا هنا وهذا هنا اللي قابله antitragus. عشان ما نجي راجعين ثاني this is the helix and this is the antihelix. فإذا عندي helix وantihelix وتريغس وantitريغس لوبيول وكونكا وما داري منك حاجة ثانية. كويس؟ الantihelix هذا المطلوب اللي هو helix وantihelix منطقة حقة الكونكا وعندنا الانتيتريغس
والتريجس واللوبيول، ودي اللي بتخلي الى الاكسترنال اوديترينير. ناو فروم ذير وي هاف ذا اكسترنال اوديترينيتس داخل الى الاير درم او ذا تيمبانيك ميمبرين حوالي 1 انش، يعني من هنا الى الاير درم حوالي بوصه. The walls are consist at the beginning cartilage and later bone. نشوف الصورة بعد الكلام دي. التلت الخارجي cartilage و التلتين الداخليات part of the temporal bone. طب شوفنا الصورة very clear. The cartilages extension بتاعة الأوريكولار cartilage. يعني الأوريكول ما فيه cartilages. تمتد منها جزء بسيط هنا يكون تلت المشوار. بيعمل لي part which is cartilaginous، الباقي هو the bony part of the external ear. في النهاية بنشوف tympanic membrane and this is how you see it through the otoscope. When you use the otoscope this is what you see. It is not uniform, you can see ups and downs, you can see even see the structures which are inside the middle ear, you can see them touching the tympanic membrane. The cavity is lined with the skin. يعني the skin بتبدأ من الخارج لكن all the external ear is lined with the skin. Even the outer surface of the tympanic membrane is covered with the skin. إذن المجال كله skin. ال skin عادة فيها hairs وفيها sweat glands مش كده؟ في أي مكان. فدي فيها hairs لكن concentrated at the entrance. يعني داخل ما في hairs. وديفينتلي في التيمبانيك ممبرين نو هيرز هيرلس تيمبانيك ممبرين. السويت جلانس ار موديفايد يعني they don't produce sweat they produce a waxy material اسمها سيرومين. فعندنا السيرومين برودوس باي ذا موديفايد سويت جلانس وذي يسموه ذا هير واكس ذا اير واكس سوري. هنا اخيرا في هذا الممر is not quite straight as we see it in the diagram. يعني هو في الدياجرام يقول لك straight ولكن هو في الواقع it's not quite straight. في الاول ال external opening it passes upwards and anterior يعني الممر بيمشي لفوق شويه ولقدام شويه. بعدين يستمر upwards ولكن يرجع لورا posterior. يعني ماشي upwards and anterior then upwards and posterior. Then it turns anterior direction لكن down. يعني هو لفوق ولكن first anterior then posterior لفوق. بعدين ينزل لتحت شويه and becomes anterior. فاذا it is quite S shaped. بس S بالمعكوس. It's rather sigmoid. And this is important because when you examine the ear before introducing the nozzle بتاع الاوتوسكوب you have to straighten the ear. So you pull it, شوف you pull it up, upwards, outwards and backwards. تمسك الاير كده تعمل لها upwards, outwards and backwards. لكن طبعا المحصلة زي ما درسنا في الفيزيكس. And then you introduce the nozzle. But you need to remember this. When you examine again, you see these structures including an important one which is called the handle of the malleus. شوف المالياس later on, لكن this is one. The color is important, the blood vessels, you can see them. Fadiya, it's a beautiful image to show what you are going to see when you examine the eardrum. The middle ear, on the other hand, is a smaller, much smaller space. It's air-filled, برضو. يختلف الاول كان skin they are lined with mucous membrane. Isn't that a mucous membrane? Which means there is also secretion. And by the way, there is secretion in the external ear, which is serumen, secretion in the middle ear, which is mucus, secretion in the inner ear. يقولوا عليه الليمف زي الليمف حق البلد يعني. ولكن هنيجي لما نيجي بعدين نعرف انه which type of lymph. ولكن المهم نعرف انه we have lymph, we have mucus, and we have wax, external. Now,
بيبدا من التيمبانيك ميمبرين لاترالي الى اللاترال وول اوف ذا انر اير. هنعرف ان ليتل وايل انه وي يوز ذا تيرم لابرينث بالنسبه للاستراكشرز ان ذا انر اير لابرينث. وبالتالي ذا لاترال وول دي حقه الاكسترنال اير بيقولوا عليها لابرينثاين وول. لابرينثاين وول عنده اذا it is lateral wall وعنده it is labyrinthine wall. اللاترال وول لانها membranous يقولوا عليها membranous wall وذيك labyrinthine wall. اذا هو يمتد من الممبرانس وول اللي هو ذا تيمبانيك ممبرين الى اللابرينثاين وول which is the wall separating the middle ear from the internal ear. ده الامتداد حقها which is a very short distance. فيو جزئين the part which is just opposite to the tympanic membrane مباشرة نقول عليه the tympanic cavity. يعني الجزء مقابل الاير درام اسمه tympanic cavity. لكن عند an upper superior extension امتداد and this extension is called the epitympanic recess. يعني اذا الميدل اير عندها two cavities, one cavity opposite the ear drum والother cavity is above it. And this is because the ossicles or the small bones are not opposite the tympanic membrane. يكونوا موجودين above the tympanic membrane. فلازم يكون في ريسيرس يكونوا موجودين فيه وهنشوف صوره in a little while. Now, عنده communications يعني this cavity عنده a number of openings. في opening which is posterior مع الماستويد area which is part of the temporal bone. فالماستويد اريا فيها اير سيلز وفيها حاجه اسمها تمبانيك ماستويد انترم وكده التوصيله في توصيله بينه وبين الميدل دي مهمه. عنده توصيله ثانيه مع النيزو فارينكس ثرو تيوب اسمها ذا فارينجو تمبانيك تيوب توصيله بين ذا فارينكس اند ذا ميدل اير او يوستيكيان تيوب. يوستيكيان تيوب نشوف كده هذه المنطقة حقت الميدل اير. This is the tympanic membrane. المنطقة هذه opposite the tympanic membrane هي tympanic cavity والامتداد لفوق هو الابي tympanic recess. لو ملاحظين these bones are actually in the tympanic recess not in, in the tympanic cavity in the epi tympanic recess. دي التوصيلة مع النيزوفارينكس through the pharyngeal tympanic tube. زي ما ذكرنا earlier الفانكشن اللي عرفناها هي ترانسميشن اوف ساوند ولكن نعمل لها امبليفيكيشن على اساس انه تصل للانترنال اير. الكلام ده بيحصل through three bones يسموهم the ossicles and these ossicles are the malleus وده موصل مع التيمبانيك ممبرين وانكس وده موصل مع المالليس وستابس وده موصل مع الانكس والستابس نفسه موصل مع اللاترال وول اوف ذا انترنال اير في opening اسمها the oval window لانه الستابس بعدين هنعرف انه عنده حاجه اسمها the base plate. البليت حقه is oval in shape it fits in the oval window of the inner ear. ممكن نشوف رسمه هذا الماليس هذا الانكس وهذا الستابس. هنا الستابس الفوت بليت بتاعه fits in an oval window ودي الانر اير. عندنا بالمناسبه دي النظر ويندو هنا اسمه ذا راوند ويندو. واحد اوفل واحد راوند. الراوند از كلوزد ويز انذر ميمبرين نقول عليه ذا سكندري تيمبانيك ميمبرين لانه ده البرايمري تيمبانيك ميمبرين. فعندنا انذر تيمبانيك ميمبرين. قلنا الوول ويتش سيبريتس the middle ear from the inner ear اسمه the labyrinthine wall اللي هو the medial wall of the middle ear. ده اللي فيه حاجة طالعة لبرة كده because of the cochlea. الكوكليا دي one of the structures inside the internal ear بتكون pushing the labyrinthine wall فبتعمل لها حاجة اسمها promontory. فعندي البرومونتري فعندي the oval and the round windows in the labyrinthine wall. الاوفر ويندو شفناه فور ذا ستيبس ولو شفنا الرسمه التوضيحيه
تخيلوا معانا انه البنه من هنا يعني المدخل كده، نحن ماشيين في الميدل اير وورث بون، فذاك هناك الوول اللي في الاخر هو الوول ويث سيبريتد فروم ذا انر اير او ذا انترنال اير. عندنا البروز اللي موجود ده اسمه ذا برومونتري، وده مكان الكوكليا اللي هي بارت اوف ذا انر اير. عندنا ذيس از ذا اوفال ويندو اللي بيثبت لي فيه ذا بليت بتاع الستيلس، وعندنا ذي ذا اوفال ويندو اللي بيجي فيه ذا سكندري تيمبانيك ميمبري. الباقيين شفناهم قبل كده اللي هو الفرنجو تيمبانيك تيوب من الجهه دي، والاشياء الباقيه بنشوفها وين وي ستادي. هنا ذي اتس انذر فيو لكن معاه الفوت بليت حق الستيبس اوبستراكتنج الاوفر ويندو، وذي الراوند ويندو، والمنطقه دي البرومونتري. عندنا في البرومونتري طالما جات اكثر من مره خلونا نذكره وبعدين وي ويل ديسكس ات ليتر. في البرومونتري في الانر اير عندنا بليكسس اوف نيرفز اسمها تيمبانيك بليكس، فخلونا نحطها في الذاكره كده وبنرجع عليها when the time comes for that. ولكن واحده من المحتويات المهمه عند ميدل اير. ها؟ في ذول لما هو قال شنو؟ ميدل ولا الانر؟ ميدل من الفايبريشن بتبدا من الممبرين عبر الماليوس عبر الانكس عبر الاستيبس، والاستيبس مسكر الاوفال ويندو. طيب وات از بيهايند ذا اوفال ويندو؟ فلويد. فالفايبريشنز مقبل ذكرناها، قلنا عندنا هنا اير بونز فلويد، فالفايبريشنز تنتقل من الاير للممبرين، من الممبرين عبر البونز، عبر البون الاخير اللي هو الاستيبس يحرك الفلويد. فالفايبريشنز تنتقل داخل الانر اير عبر الفلويد. الفلويد فايبريتس. بعدين تنتقل هنشوف باقي القصه مع الانر اير. ده هنا الميدل اير، ولكن تو اكسبلين وان بارتيكولار بوينت عندها اوبننج اسمها ذا اديتس. الاديتس فتحه تفتح في حاجه اسمها الماستويد انترم، والماستويد انترم عنده كونكشنز مع الماستويد اير سيلز موجوده في الماستويد ذا بودي اوف ذا ماستويد بون اند ذا ماستويد بروسيس. فعندي اير سيلز وانترم وعندي اديتس فتحه بين والاثنين. بنتوقع انه الميوكس سكريتد ان ذيس از اولسو دريند ويز ذا ميوكس اوف ذا ميدل اير، لانه ذي ايضا اير فيلد اند ميوكس ميمبرين لاين. طبعا دي الفرينجو تيمبانيك ريسس. ده هنا نفس المنظر ولكنه ان ايمج دي الماستويد اريا الماستويد اير سيلز، ودي هنا الميدل اير والفتحه بيناتهم از اديتس. الفرينجو تيمبانيك تيوب اللي هي يوستيكيان تيوب توصل بين النيزو فارينكس اند ميدل اير، ات ايكوالايزز ذا بريشر فيري امبورتنت. When you go into an aeroplane, the pressure becomes very high من برا. If you don't open your mouth, بتشعر بضغط شديد على ال tympanic membrane. For usually, they give you something to chew. مش كده بيعطوك حلاوة ولا كده؟ لأنه during chewing and swallowing, the tympanic the pharyngeal tympanic tube opens and closes. لأنها مرتبطة بها بعض العضلات حقت ال swallowing and mastication. While you are chewing and swallowing, it opens عشان يحصل ال equalization of pressure. لأنه لو ما أعطوك ممكن أنت تظل تعبان تفكر your mouth ما عارف إيش المشكلة. They give you something in the airplane to chew and eat and swallow عشان to equalize the pressure. هذه ال duct or the tube extends forwards medially and downwards لحد ما تفتح في the anterior wall of the canal or the ear, the middle ear, and then في النيزوفارينكس posterior to the inferior meatus of the nasal cavity. هي نفسها عندها bony part وcartilaginous part. دي شنو؟ the pharyngeal tympanic tube.
محتويات الميدل اير ايش هي؟ في الاول ذكرنا ذا اوسيكلز الثلاثه بونز اللي هم ايش؟ ماليس انكس وستيبس. ماليس وانكس وستيبس دي الثري اوسيكلز دي ما الاوبننجز. طيب ذكرنا الاوبننجز بالمره. الاوبننجز في اوبننج اسمها ذا اديتس وذا ماستويد والفرينجو تمبانيك تيوب دي النظر اوبننج. طيب وثاني والاوفال ويندو والراوند ويندو والراوند ويندو. طيب من المحتويات الثانيه فيري امبورتنت حنذكره مع السريع لكن حتجي سلايد فيها اكسبلانيشن تو ماسلز ذيس بيكوز ذي ار فيري امبورتنت. واحده اسمها ستابيديس دي تتوقعوها اتاش تو ويتش اوف ذا ثري بونز؟ ستيبس اتاش تو ذا ستيبس. ودي اسمها تنسر تمباناي تكون التاش لوات تمبرين ميمبرين اللي هذا ايردرا. ابدا نهايتين حقين تحريك الصوت مش كده؟ مبدأة الصوت في الميدل اير بالتمبانيك ميمبرين بنحتاج لمصل تثبت شويه عشان يتضغط اوفر فايبريت. والنهايه عندنا ستيبس عندنا مصل ثانيه على اساس انه if it over vibrates this muscle contracts and reduce the vibration. وده بيحصل لما يكون في excessive vibration عشان كده بسموه it's a reflex contraction of this muscle. reflex بمعنى شنو؟ زي الريفلكس انت لما تعمل كده هنا when it over vibrates it stretches the tendon of the muscle the muscle contracts reflexly. فديل تو muscles very important inside. عندنا تاني في كميه من النيرف ذكرنا منهم نيرف اللي هي تمبانيك بلكسس وعندنا نيرف تاني very important nerve for taste. It's a branch of the facial nerve واسمه ذا كوردا تيمباناي. سوري في ام ناقصه لكن اسمه كوردا تيمباناي. هذا الكوردا تيمباناي passes through the middle ear طالع من الفيشل نيرف وبيمر بالميدل اير ما عنده اي شغله مع الميدل اير بيمر بها فقط وبيمشي للتانك. It is joining another nerve to go to the tongue. بس بيمر بالميدل اير فبيشوفوا نحن لما نجيب صوره ما له علاقه. لكن ليش هو مر من هناك؟ لانه اصلا الفيشل نيرف موجود هناك وهو طالع من الفيشل نيرف يبغى يروح للتانك فيمر بالميدل اير. هنا المحتويات شفناها لكن هنا الواضح فيها هنشوفها بصوره اوضح. ذا تنسر تيمباناي ماشيه للتيمبانيك ميمبرين. هذه المحتويات كلها كامله. هذه الاوسيكلز هذه التيمبانيك سوري ذيس از ذا نيرف اللي هي تيمبانيك بلكسس وهذا الكورد تيمباناي وهذه ايش؟ تنسر تيمباناي. واللي تجي للستيبس من هنا الاستابيديس مش كده؟ دي الفتحه حقت الماستويد لكن بنشوف الاستابيديس في صوره اوضح هنا. هذا باي ذا واي ذيس از ذا فيشيال نيرف. ملاحظ ذيس از ذا انترنال اوديتوري ميتس اللي بيدخل بيها النيرفز فبيدخل لنا معاهم ذا فيشيال نيرف ويجي ماري عبر ويجي ماري هنا بيطلع This is the corda temporale على راس يروح عبر الميدل اير. This is the corda temporale. هنا اوضح مش كده؟ The corda temporale. واضح ايضا this muscle ليش كويس انه هنا اسمها ما مكتوب. ايش هذه اللي اتاش للتيمبانيك ممبرين؟ تنسر تيمباناي. تنسر تيمباناي. ايوه في التهاب الاذن الوسطى مش كده؟ اللي هو اوتيتيس ميديا is common because the middle ear is connected to the pharynx. والpharynx open to the outside مشاكل تدخل وتطلع وكده ممكن الانفكشن ينتقل من الpharynx الى خاصة في الشلدر because the pharyngeal tympanic tube is short wide. فلاحظ الالتهاب موجود هنا and this is the corda tympani and the taste and by the way it supplies the anterior two thirds of the tongue the taste. معناه most of the tongue إذا دي حصل فيه paralysis most of the tongue will lose taste. For chronic otitis media can lead to damage of this corda tympani.
البونز ذكرناها ماليس انكاس انستيبس، هم بعملوا تشين واحده من التيمبانيك ممبرين لحد الاوفال ويندو اند ذا ماسلز. هنشوف الماسلز ذيز ار ذا ثري بونز. طبعا ممكن تمشي تقرا عنه انه عنده هيد وعنده مانتيريال بروسيس ولاترال بروسيس ولاترال بروسيس وهكذا، لكن هو ماليس متصل من هنا بالتيمبانيك ممبرين والهيد بتاعه ارتكيوليتس ويز ذا مالي ويز ذا انكاس. الانكاس ارتكيوليتس ويز ذا هيد اوف ذا ستيبلز وعندنا بيس اوف ذا ستيبلز او البليت اوف ذا ستيبلز. هذه البروسيس حقت الماليوس لاتر بروسيس بتكون شايفه وانت بتعمل اكزامينيشن ل التيمبانيك ممبرين فروم اوتسايد. المسلز ذكرناهم خلاص بس نمر عليهم سريع. تنسر تيمبانايم وعندها كنال قريبه للفرينجيو تيمبانيك تيوب واذا اتاشت ل اذا اتاشت تو ذا لاتر بروسيس بتاعت الماليوس اللي هو اتاشت للممبرين اند سبلايد باي برانش فروم ذا مانديبولار ديفيجن اوف ذا تراجمينال. الكونتراكشن بتاعها بولز ذا هاندل اوف ذا ماليوس ميديالي، يعني اسحب الهاندل اللي داخل يعمل له تنشن ل الممبرين يقلل لنا الفايبريشن. Now this tenses the tympanic membrane reducing the force of vibrations in response to loud sound. عندنا هنا هذه الفرنجيو تيمبانيك تيوب جنبها قريب منها جدا كنال صغيرة هي مرمينا بها the tensor tympani muscle attached to the membrane. الاستابيديوس نشوفه في الرسمة على طول، بس النقطة الوحيدة اللي دارين نذكرها هنا it is innervated by the facial nerve. يليك by the mandibular. كل واحدة بنير مختلف. إذا حصل over vibration this muscle will contract and prevents over oscillation or excessive oscillation. In case هذه هي stapedius muscle attached to the stapes. هذه شكلها من هنا وهذه من هنا، الاثنين شغالين في الموضوع بتاع الدامبنينج. Lastly the internal ear في الأول. Let me explain then bring the slides. Internal ear is a cavity and inside cavity there is a bone structure. And inside the bone structures, there is a set of membranes structures. And the cavity view, داخله bone structure. Inside the bone structure, there is a membranous structure. الاثنين عندهم almost the same names. ولكن هنا بنعطيها اسم canal because it is bony. وهناك نسميها duct because it's a membrane. لكن تقريبا نفس المسميات. إذا the bone structure اللي موجود ال cavity series of bone cavities نقول عليها the bony labyrinth. And inside the bony labyrinth membranous ducts and sacs ودي نقول عليها the membranous labyrinth. دي membranous labyrinth وبوني labyrinth. Now all these structures are inside the petrous part of the temporal bone between the meatus and the middle. Now the bony labyrinth عنده مكونات الآتي. عنده a large part اسمه the vestibule. The vestibule. وعندنا another largeish part اسمه the cochlea. درستوها في الثانوية اسمها ايش بالعربي؟ القوقعة. مش كده؟ وذاك الدهليز. وبعدين عندنا القنوات الهلالية the semicircular canals. ثلاثة مكونات. دي بوني بونز. These bones are lined with periosteum لأنهم bones و contain a fluid. Inside the fluid اسمه perilymph. يعني fluid الموجود في البوني labyrinth is the perilymph. ليش اسمه peri؟ peri معناه يحيط ب around لأنه يحيط بالضغط اللي موجود داخل. يحيط بالmembranous labyrinth which is inside the cavity of
ذا بوني لابرنس. طيب نشوفهم هنا عندنا دي الكافيتي داخله موجود شنو؟ يعني ده موجود داخل الانر اير مكون من ثلاثة اجسام، الجزء الاساسي دي اسمه ذا فيستيبيول، والجزء اللي بيشبه القوقعة اسمه ذا كوكليا، ودي القنوات الهلالية والسيمي سيركلر كانالز. هنا مفتوح لو لاحظتوا، this is the vestibule, this is the cochlea، عبارة عن موضوع ملتف حول نفسه كده، وبعدين the three canals سيمي سيركلر. هنا جايب لنا the membranous part inside this. فدي الممبرينز داخل. Around this membranous labyrinth we have the fluid اللي هو سميناه ايه؟ the perilyte. Now inside the membranous labyrinth there is another fluid اسمه endolymph. Endolymph. طيب هنا في ملاحظة أخيرة، إنه these are the openings which are in the bony labyrinth. Bony labyrinth. معناها الاستيبس لما يحرك بيحرك الفلويد which is in the bony labyrinth اللي هو the perilymph. هو ما يلتصق بالممبرنس عشان يحرك لي الاندوليمف، لا هو بحرك البيريليف، والتحريك ده بيزيد الضغط داخل البوني لابرنت، فالضغط ده لازم يلقى له متنفس، المتنفس بيجي عبر الممبرين، لانه كل بوني لو كان كل بوني حيكون في مشكله، فلازم يكون في حاجه تتحرك تو ابسورب ذيز فايبريشنز، فالفايبريشنز المتنفس ليها هو ذا سكندري تيمبانيك ممبر اللي موجود في الراوند ويندو. ده الشكل نفس الشكل هنا، بس اوضح شويه. الكوكليا فيها المجرى بتاعها زي سبايرال، وعندنا الفتحات بينهم، وعندنا دي ذا راوند ويندو، دي السيمي سيركلر كانالز. هنا في ملاحظه لم نذكرها سابقا، انه السيمي سيركلر كانالز ما هي سيمي سيركل، ما سيركل كامله، معناها كده انا عندها ذراعين، واحد من الذراعين بيفتح في الفيستيبيول والثاني بيفتح ان ذا نيبرينج سيمي سيركلر كانال. يبقى عندنا كم فتحه في الفيستيبيول من السيمي سيركلر كانالز؟ ثلاثه. مشكلة انه عندي ثلاثه سيمي سيركلر كانال، فهنا دي انا ذكرتها دلوقتي لانه هنا اتس فيري كلير. شايف دي ذراع فاتحه في الفيستيبيول، لكن الثانيه فاتحه في السيمي سيركلر كانال اللي جنبها. دي هنا تفتح في الفيستيبيول، ولكن هنا تفتح في السمسم، هذه هنا تفتح في الفيستيبيول، وهكذا، مش كده؟ يعني عندنا ثلاثة فتحات فقط في الفيستيبيول، لكل كنال فتحة واحدة بس. Now the membranous labyrinth ده عرفناهم كابون، كوكليا، فيستيبيول، وسمسيركلر كنال. بالنسبة للفيستيبيول أسماء لا، ما كنال. في السيمي سيركلر كانالز عندي داكتس، نقول عليها سيمي سيركلر ولكن سيمي سيركلر داكتس لانها ميمبرينز. بعدين عندنا ذا كوكليير داكت، دي الموجوده في الكوكليا، يبقى عندي داكتس كوكليا وداكتس في السيمي سيركلر كانالز، ولكن عندي داخل الفيستيبيول تو ساكس. اذا عندي سيمي سيركلر داكتس، كوكليير داكت، ولكن تو ساكس الاثنين موجودين في الفيستيبيول، واحد اسمه ذا يوتريكل والثاني اسمه ذا ساكيول. دي اكياس غشائيه ميمبرينز موجوده داخل الفيستيبيول. لما نجيب الصوره دلوقتي بنشوف. All these are filled with endolymph. Now معلومه بسيطه عن الكوكليير دكت، هي الحاله كده is the organ of hearing. معناها السيمي سيركل كانالز الثلاث زائد اليوتريكل زائد الساكيول ديل ما عندهم شغله بموضوع الهيرينج. الهيرينج فقط بالكوكليير دكت اللي موجوده في الكوكليا. يبقى ذا نيرف كونسيرد ويز هيرينج از ذا كوكليير نيرف، وايل ذا نيرف كونسيرد ويز بالانس از ذا فيستيبيولر نيرف. ودلوقتي عرفنا الاسماء جات من وين. ذا فيستيبيول اوف of the bony labyrinth and the cochlea of the bony labyrinth. خلينا نجيب سوري دي ايوه هنا معلش
دي نفسها خليها لما تيجي الصورة بنشرحها من غير. عندنا في معلومة إضافية عن الكوكليا، إنه الكوكليا نفسها السنتر حقها الكوكليا ما زبون مش كده؟ The cochlea is the bone. القوقعة نفسها is bony. في السنتر حقها there is something like a screw. المسمار فيه سبايرال لامينا ديه. نفس الشيء موجود في السنتر حق الكوكليا. المنطقة اللي في النص نفسها المسمار ده نقول عليه the modulus. اسمه modulus. الموديولس دي لو لاحظت للسكرو عنده شرشر طالع منه كده. الشرشر دي اسمه زي لامينا، اسمه لامينا. فعندنا لامينا محيطة بموديولس او ملتصقة بموديولس. طيب خلينا في الاول this is the bony. البوني قلنا فيه شنو؟ سوري this is the membrane. membrane فيه ساكيول ويوتريكل وسيمي سيركولار كانالز. ناقص علينا الكوكليا. المشكلة الكوكليا ده. ناقص علينا الكوكليا ده ما هي واضحة. فدي الممبرانس ولو لاحظتوا زي يوتريكل اند ساكيول في بيناتهم كونكشن. عندنا اللامينا اوف ذا موديولس او اسمها الثاني ذا سبايرال لامينا، ودي مهمة جدا بتوصف لنا الشكل الداخلي. Now circling around the modulus اللي بيمر حول المودولس غير اللامينا is the duct. الدكت نفسها ملتفة حول اللامينا كده حول الاسبايرال لامينا. عندنا the cochlear duct. Now الدكت لما تمر حول اللامينا بتقسم لنا الكافيتي حق الكوكليا لمنطقتين، يعني في سبيس حولها من جهة وسبيس حولها من جهة ثانية. These two spaces عندهم اسماء، واحدة اسمها ذا سكالا فيستيبيولاي والثانية اسمها ذا سكالا تيمباناي، ولأنكم حتشوفوها في الدياجرامز حبوا نعرفها. طيب خلينا نجيب دياجرام. في الدياجرام الشرح أوضح من ال عندنا look very carefully عندنا this is semi circular canals and this is the utricle and this is الساكيول ودي الدكت. الكوكليار دكت التف حول الموديولس حول الموديولس. لو شفناها هتكون كده دي السبيس ودي الدكت. لو عملنا كروس سكشن هنلقى الدكت جالسه هنا اسمها ذا كوكليار دكت، وهنا في اشياء جوينج تو ذا كوكليار دكت اللي هي برانش من النيرف عبر الكونكتيف تيشو. فبقت قسمت لنا ذا سبيس انتو سبيس هنا نقول عليه ذا سكالا تيمباناي وسبيس هنا نقول عليه ذا سكالا فيستيبيولاي. لو شفنا كروس سكشن ثاني خلينا نشوف كروس سكشن. خلينا قبل نشوف الكروس سكشن لاحظ هنا هذه الكوكليار دكت، هذا ساكيول وهذا اليوتريكل وهذا السيمي سيركيولار canals inside the bone. You can see them here again. ولكن هنا في معلومة إضافية بسيطة إنه from the utricle and the saccule في duct اسمه endolymphatic duct تفتح لنا تحت الدرة ميتة. عشان أنت you don't wonder where does this endolymph go. The endolymph goes into this endolymphatic sac. And from that sac it is absorbed back into the circulation. فاذا دي هنا متنفس الاندوليف. هنا دي الكوكليا هنشوف دياجرام ثاني واضحه فيه انه جواها ذا كوكليار دكت. هنا ذيس دياجرام اكسبلينز ذا باسج اوف ذا فايبريشن. تبدا من الممبرين عبر البونز فايبريشنز هنا عبر الاندوليمفاتيك في السكالا فيستيبيولاي ويجي راجع في السكالا تيمباناي. ودي الراوند ويندو على اساس ان الفايبريشنز تو بي ابزورب. فيستيبيولاي ايوه. كيف يعني ايش كيف الميديا بيشتغل؟ ممكن تشيس ميديا انسايد واحد اوتر.
انا في الاول قلت لك you just need to know them لانك ما حيمروا على الثاني انه which one is medial which one is lateral. You just need to know them انه ال vestibuli اللي من ال oval window vestibuli عند ال oval window دي الاسكالا vestibuli, واللي عند ال round window هي الاسكالا tympanum. فاذا جبنا لك diagram كده هم واحدة above واحدة below, مش كده؟ مش medial and lateral. هذه باتجاه ال oval window والثانية باتجاه ال round window. والموضوع بعد كده بيصير طيب the last point اللي حابين نذكره انه خلاص الضغط دي وضحناها, الدرينج واضح, ولكن عندنا درينج بتاع البريليف, مش عندنا اندوليف, عندنا بريليف. البريليف عنده هنا كانال اسمها بريليفاتيك, دي ما اسمها اندوليمفاتيك كانال, لا دي او فيستيبولار اكويدكت او اندوليمفاتيك كانال, وده الاندوليمفاتيك ساك. عندنا كمان كانال ثانيه اسمها بريليمفاتيك دكت, ودي كونتينيوس ويز السيريبرو سباينال فلويد سبيس اللي هو اسمه وير از ذا سي اس اف, ها, في السبراكنويد سبيس. فاذا دي اوبنز انتو ذا سبراكنويد سبيس, وحتى وين ذا اكزامين ذا بريليمف لقوه structurally speaking very similar to CSF, لدرجة انه قالوا احتمال يكون part of the CSF is not produced in the membranous labyrinth, it is actually part of the of the CSF. طيب هنا بس بعض التفصيل في الكوكليا اللي ذكرناها قبل شوية. عندنا الاسكالا vestibular scala tympani, وعندنا دي اللي الكوكليار duct, لانه في الكوكليار دكت في ا فيري امبورتنت ستراكشر موجود هنا اسمه كله على بعضه اسمه ذا سبايرال اورجان. سبايرال اورجان لانه ماشي بنفس التيوب وبالتالي هو سبايرال اولسو. هذا السبايرال اورجان عنده مكونات, المكون الاساس الاول ايوه, ولكن كله كده اسمه ذا اورجان اوف كورتي, وجنب الاورجان اوف كورتي عندنا سبايرال جانجليون. الاثنين دول لما نجي بعدين للكوكلير نير وي نيد تو ريمبر, مش كده؟ واي دو وي نيد تو ريمبر ذيم؟ ذا اورجان اوف كورتي فيو الهير سيلز اللي هي ذا ريسبتورز, مش كده؟ والسبايرال جانجليون دي الباي بولر سيلز حقت النير اللي هي ذا فيرست اوردر نيورون. فديل تذكروهم موجودين وين؟ في السبايرال اورجان, هذا السبايرال اورجان. هذا السكالا فيستيبولاي, هذا السكالا تيمباناي, وهذا السكالا ميديا اللي هي ذا كوكليار دكت اتسلف. عندنا هنا هذا كله على بعضه اسمه ذا سبايرال اورجان, هنا ذا سبايرال جانجليون, وهذا ذا اورجان اوف كورتي اللي هو حنوصفه مره ثانيه بالتفصيل مع ذا كوكليار نير. هذا السبايرال اورجان يا شباب في الكوكليار دكت, والريسبتورز اللي فيه طبعا هناخدها مع النير, don't worry about them now. دايرين بس this is the hair cell. توصيف بسيط للهير سيل انه عندها في الابيكال سايد بتاعها عندها هيرز. الهيرز اسمهم سيليا. السيليا لو لاحظتوا واحده قصيره واحده اطول منها واطول 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 الى في الاخر, ديل كلهم اسمهم ستيريو سيليا, ديل حقين السمع. وفي واحدة هنا سبورتنج بالنسبة لهم اسمها كاينو سيليوم. كاينو سيليوم كانه عشان تجيف يعني في مكان واحد ما تمشي زيادة عن اللزوم, فده الكاينو سيليوم. الباقيين ستيريو سيليا تتحرك مع الفايبريشن. النقطة الثانية about this cell ان it is a modified neuro epithelial cell which receives a nerve. لكن لاحظوا ليها it receives two nerves. واحد منهم is efferent والثاني afferent. ها؟ هذا السنتر كنترول. ولكن كده ورونا afferent و efferent ديل ايش معنى؟ Which one is which؟ عندنا هنا two nerve fibers
reaching the hair cell. واحد for central control, واحد for reception. أيوة. ها؟ إيه رأيكم؟ قال الـ efferent for central control. يعني efferent جاي من قال لك لا لا. أيوة. أيوة. لكن على أي أساس أنت قلت؟ هو أنا فهمت منه إنه يتحدث عن الـ efferent in relation to the brain صح؟ ولكن المفروض أنت تتحدث عن efferent and efferent in relation to the hair cell. efferent من الـ hair cell و efferent للـ hair cell مش من الـ nervous system. أنا I appreciate the confusion. This is why I asked. وقعت النقطة هذه؟ احنا نتحدث عن افرنت و افرنت in relation to this hair cell. هو اللي راح السنتر. And it is, لو لاحظتوا له, it's a myelinated process. وده dendritic process. كلمتين ممكن نقولهم مع يعني في الفيستيبيول نفس الموضوع ولكن بعض التفصيل. بالنسبة للريسبترز فوي ويل ديتيل ذيم ويز ذا فيستيبيولار كوكليير نيرف. فإذا حد عنده أي كويستشن سو فار يو كان أسك ناو. عرفنا خلاص أوتر إير وإكسترنال إير وميدل إير وإنر إير والمحتويات تبعها. مالهم؟ أيوه سأل سؤال في واحد يجاوب ولا جاوب انا افتكر وقع عليكم الموضوع قال ايش علاقة الافرنت والافرنت مع الاذن ومع البرين ايش الموضوع يعني كيف يعني سنتر معناها when you receive sound بتحتاج ل يطلع الافرنت ولا الافرنت يطلع الافرنت من الهير سيل يعني الافرنت هو الاسنت هو الاسنت يعني عكس لا هو دائما انت تتحدث عن افرنت وافرنت in relation to the area you are talking about. لو انا بتكلم عن spinal cord معناها الحاجة اللي داخلة للspinal cord افرنت واللي طالع منه افرنت. لكن نفس اللي طالع من الspinal cord لما نروح للثلمس وانا بتحدث عن الثلمس الافرنت من الspinal cord لما نروح للثلمس بيبقى افرنت للثلمس. فهنا بالنسبة لهذا الافرنت وهو طالع من السنترال نيرفس سيستم من النيرفس سيستم از افرنت هو بس هنا يعتبر افرنت للهير سيل ايوه اوكي اذا next week.